مصيرة مساء. مساء الخير يا مصيرة. تقريبا هذا هو المطعم والمطبخ اليمني الشعبي. سيفود. ايوه دخلنا هنا مطعم ابو محمد. ابو محمد فواز. ابو محمد فواز اللي يجي جزيره مصيره لا يفوته المكان ده، على طول على يدك اليمين وانت داخل في المحطه. في المحطه يا سلام. شوف كيف اكل اليوم. اكله عندكم ريحه حلوه هنا. ريحه ايش هذه؟ دخنه. ها والله ما ادري، بس الجلسه حلوه. يقول لك كل خمر علينا محرم الا خمر العقيق اليماني. عقيق اليماني. ها هذا محل العوائل هنا. جميل جميل، جمال ملوش مثال. This gentleman is from France, huh? Yes. Do you live here in the island? I wish I did. I live in Abu Dhabi. It's very good, but here even better. You are visiting. ما شاء الله، هذه مأكولات بحرية. أيوة. بس عساك خليت حاجة في البحر. ما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الرحمن. عيون أبو مهند. تسلم تسلم. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. تحشينا زي ما شفتوا، لعننا بالخير، والآن إن شاء الله جاء وقت النوم، التخييم والنوم. فراشد راح يأخذنا إلى مكان يعرفه، أكيد يعرفه. جو هنا ما شاء الله كثير. يا سلام، درجة حرارة 24 وإحنا في الشتاء في ديسمبر. لكن شوف كيف ليلة مقمرة، ومشينا في طريق مقمر تعدو فيه الفرحة قبلنا، وضحكنا ضحك طفلين معا، فعدونا فسبقنا ظلنا. جينا هذا الجانب من الجزيرة، يعني أسواق ومحلات حدادة ونجارة وورش وبيع مواد غذائية، وزي المنطقة الصناعية هنا مع برضو بيع القوارب وأدوات ومعدات الصيد، و نبغى ناخذ اغراض وكذا من السوبر ماركت علشان نطلع كذا في جهة المياه الحارة، مكان منطقة ما نسيت اسمها ذكرها راشد. ف هذه يعني مشغل الكاميرا انا، يعني عشان اللي ما قد جاء هنا جزيرة مصيرة في عمان يشوف يتفرج. وهذا مطعم وايت، مكتوب عليه وايت. ايوه هذه برادات. ايوه برادات يعني السوبر ماركت. هذه جولة في جزيرة مصيرة. جولة في مصيرة. جود شوبينج. شوف التصميم العمراني كذا
يعني في شيء مميز قدام البيبان. شوف ايش حاط لك كذا زي عمودين كأنها بوابة. شوف كيف ما شاء الله هدوء، جزيرة هادية ما في زحمة وضجيج زي المدن كبيرة. عمان تل شركة الهاتف الرئيسية هنا تقريبا في عمان الشقيقة، وهذه محلات بيع مواد بلاستيكية وتجارة الأدوات المنزلية. مصيرة شيء جميل. مركز الجزيرة للتسوق. وهذا تقريبا المطعم الباكستاني اللي راح نفطر. وجينا على هذا الطريق الموازي للشاطئ. خرجنا في جولة على الشاطئ هناك في المدينة. شوف الجمال. الآن طلعنا بعدنا شوية عن وسط الجزيرة. ما شاء الله يعني مسافة، شوف الماشين فيها تضاريس. هذه الجزيرة غير، سبحان الله، فيها جبال، وفيها جبال يعني بشكل مش بسيط، مليانة جبال. شوف كيف، سبحان الله، جبال شاهقة وسهول، ويعني صراحة ما كأنك في جزيرة، ما كأنك داخل جزيرة. يعني شوف الصحراء كيف، شوف من أول نمشي كان البحر على يسارنا والآن هو على يسارنا، ولكن شوف جبال على اليسار وعلى اليمين جبال، على هناك مرمى البصر، مرمى البصر، جبال ورا جبال، ما كأنك سبحان الله في جزيرة. وهذا زاهر الرواحي جالس يصور. يا زاهر خلاص كفاية أنا أغطي. يقول لي خليك على مهلك، لأنه بالفعل الأماكن هذه خليني أوقف على الدباب زي ما زاهر مسوي. أنا أحياناً أوقف على الدباب كذا عشان الشباب بعضهم يقولوا لي يا أخي شيل القزازة دي، ما أدري شيل الويند شيلد ولا الجامة ولا شايف. فهذه الجزيرة صراحة يعني ما كأنك في جزيرة. شوف هنا كيف البحر، صحاري، تضاريس متنوعة، نفس الأرض التربة، أحيانا الرمل أبيض، أحيانا أبيض على أسود، حجر مع رمل. زاهر يأشر لي. تقريبا هنا مشوارنا، هذه العيون اللي هنا، العيون المياه الحارة. قدمنا بس شوية عن مكاننا، كنا على رأس الطريق هناك وجينا هنا. ها هذه بير حلوة. ها شوف الموية. لا لا مي صالحة. خديجة، خديجة. وبسم الله نمشي من هذا المكان وجوار هذه البير إلى مكان تخييم. احتمال نرجع لمكاننا البارح اللي خيمنا فيه. بسم الله. يلا يا راشد. وصلنا إلى محلنا الأمس. الحمد لله على السلامة. وصلنا إلى المكان الحلو الجميل اللي البارح نمنا فيه. تمام. صبحكم الله بالخير من جزيرة مصيرة.
هذا مكاننا البارح هنا في اليمين. هذا المسجد الشباب عارفينه يجوا يخيموا هنا، والشاطئ قدامنا، واسمع امواج البحر كيف، والجو جميل عليل، ما في برد، يعني درجة حرارة يمكن 22 حاجة زي كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، نمشي إن شاء الله من مكاننا البارح وقبل البارح هنا. فإن شاء الله الآن نشوف لنا محل نفطر، وبعد كذا نروح على العبارة عشان إن شاء الله إلى مكان آخر، نطلع من جزيرة مصيرة، والشباب راح يتوجهوا إلى سناو، ومن هناك أنا راح أكون أمشي إلى رأس الحد إلى مسقط إن شاء الله بإذنه تعالى.